وَكُلْ مَنْ لَمْ يَشْهَدْ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ فَهُوَ أَجْهَلُ خَلْقِ اللَّهِ وَإِنْ جُمِعَتْ لَهُ أَصْنَافُ الْمَعْلُومَاتِ وَلَيْسَ بِعَالِمٍ عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. شكذي قال قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. ولك الواقع ناس يقوموا يقعدوا ليه قمتوا وقعدتوا؟ الله السكر زادوا وتاني والعيش صفوف والبنزين صفوف. نحن ما في المؤتمر الوطني الحمد لله، وحرام عندنا في الشريعة تخش في المؤتمر الوطني، حرام عشان ما تلخبط، حرام في الدين ذاته تخش. لكن نحن نقول الذين يقومون ولا يقعدون مظاهرات وجوطة وغيرها. ليه؟ ولك السكر زاد. أيوة زاد كم؟ والله الرطل كان بثلاثة ولا خمسة، والسبيقة بكم؟ وعشرين ولا وصل ثلاثين ومشى فوق ماشي، يعني زاد 27. أيوة الدين زاد كم حاجة؟ دعاء غير الله واحد، دي برابة 70 ولا أكثر من 70. علم الغيب لغير الله، الدين زادوا زيادة لما خلوا الأصل وبقوا ماسكين في الزيادة ذاته، البر الأصلي ذاته. ولا فزول بيتكلم، والله الذي لا إله غيره. يقول لك الصفوف يا مولانا، الصفوف صفوف. إذا الزول يا جماعة أبى طواعية من نفسه أن يقف صفا بين يدي الله أوقفه الله في هذه الصفوف. أبيت تقيم قدام الله صف، مساجد فاضية نفرين ثلاثة عشر إن بالغوا، وصف البنزين والعيش واقفين. كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له، فبلوا برق النفس والشيطان. زول الأبى طواعية نقيف بين يدي الله، كريك ديل ما لازم في الدنيا دي قيفا، الله ما جعلني قيفا وقعد. أبيت توقفهم في الخير بتوقفهم في غير حاجة ما فيها فائدة ذاته. وللأسف الشديد الناس اليوم اعتراضاتهم اعتراضات هوى. أنا أوريك هوى كيف. الزول تقول لي الله قال في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يا صلي لي الله بعين كذي، الصلاة دي ما بتخسروا أي شيء، لا فيها إيصال لا فيها قروش لا فيها أي حاجة، خلاص نصلي لي الله، صلينا لي الله سبحانه وتعالى. جاء رمضان صوموا، نصوم لي الله سبحانه، ما بتخسرنا شيء، ما بتخسرنا شيء. أيوة مجرد ما الدين ده يخالف هواو، هواو دار يجوط في البلد، هواو كذا دار يجوطه. الدين مش ناس الدين، الدين ذاته الدين. قال الله فيه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فتج التفاسير شت، ما معنى أولي الأمر؟ ما معنى أولي الأمر؟ دل القادة والسادة والأئمة، سواء كانوا في أئمة الدنيا كالحكام. ديل لما تجي تجيب الآية زي دي الآية دي، أو تجيب حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ناس مارقين تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. صحيح مسلم ده قبل تجي حكومة إنقاذ ولا قبل نميري ولا غيره. صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج على إمامه قيد شبر، مش شارع النيل ولا حاج يوسف ولا السودان ولا أم بدة، قيد شبر فمات فميتة جاهلية. يخالف الحديث تماما، خروج مرقوا. الميتة يقول لك الشهيد رقم كذي، الشهيد وقال لك ميتة جاهلية، دي حسن خاتمة ولا سوء خاتمة؟ دي سوء خاتمة يا معلم، انت ما جاب الخبر. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة لابن أبي عاصم من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية. يقول لك انتوا بتتكلموا في أي شيء، ما بتتكلموا في الحكومة دي ليه؟
الرسول سيدنا قال ما تتكلموا، لو قال اتكلموا نتكلموا ولو قامت الدنيا وما قعدت، لكن قال من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به. يا أخي في كلام أكثر من ذا؟ فلا يبده علانية، هو دايرك تهيج والليلة اللي بيهيج في المنبر شايفينه راجل بيهيج، واو لا أكلوا السكر وفي كبر انترم وفي شارع بيجاي ترم وبيجاي كذا وإلى آخره، والوزير الفلاني والجماعة الفلانية ومرقو وقاعد مرطب. أنا ما لقيت الرئيس بتاع حزب من الأحزاب الخارجة يخرج مع الناس، ما لقيته، ما لقيت. أخرجوا استنبكالية في هذه الاتكالية، ثم إن هذه هذه الأمور لن تنتهي إلا بموت وإراقة الدماء ورفع الظلم، ويمشي ينوم في البيت وعائل لهم في قناة الجزيرة يتفرج فيهم، قلبوها بيجي طوالي بيقعد في الكرسي، شكرا لكم قلبتوها نظيف ولا تغبش، ماتوا 100 نفر ماتوا غيره كذا كذا إلى آخره، وقاعد. قال فلا يبده علانية وليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل فذاك وإلا فقد أدى الذي عليه. وللأسف الشديد ناس الآيات ما أغنعتهم، أحاديث ما أغنعتهم، أقوال الأئمة ما أغنعتهم، الواقع ذاته قالوا السعيد من اتعظ بغيري، الواقع ذاته سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. وعاين كذا قدام، أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. وشايف هذا ده درب نهايته كذا، زول مشى وصل للنهاية ويقال لك النتيجة كذا، أنت تقول لا إلا أصل للنهاية، أصل أصل. ناس يا كانوا قاعدين في عزة وفي راحة وفي رخاء وفي كذا ومؤن وغيره، يمرقون في يمرقوا والجماعة يتفرجوا فيهم، وفي النهاية يجوا في الاسطوبات شارع جبرة وشارع وين في السودان يشحدوا المساء الناس، بنات فتيات من أجمل خلق الله كانوا معززين مكرمين في بيوتهم، هسه يمرقوا في الشوارع، من باعت عرضها بسبب المال، من اغتصبها، من اغتصبها، من ماتت، من قتلت، من 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 إلى آخره. وإلى الله المشتكى. أنا في النهاية دي حاجات قديمة، الكلام ده من الدين وده قديم، ما كلام سياسة الليلة. نحن ما زي القرضاوي ده قال الربيع العربي والناس تخرج وكذا وكذا وكذا، الناس خرجت بعد شوية قلبوها ناسه، ناس مرسي مسكوا الحكم طوالي، خش المكتبة بتاعته وجاب صحيح مسلم قال لهم هوي الرسول قال في صحيح مسلم ما بجوز خروج، والله قال كذي، وعياك في البخاري وفي مسلم قال عن عبادة بن الصامت بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا، أثرة يعني لو شالوا حقنا، أثرة الاستئثار بحقوق الغير، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ده القرضاوي جاب الحديث، والله الذي لا إله غيره، ده اسمه ده دين يتنقل مع السياسة اسمه. نحن ديننا واحد، قلبوها ديل بكرة بنقول ما بجوز، بعد بكرة قلبوها ديل كان قلبوها خلاطة بتاعت أسمنت، شوفوا ده كده قاعدوا يقلب. نحن ديننا واحد ما بجوز الخروج، بس انتهى الموضوع. قال زمان أبو جعفر الطحاوي صاحب عقيدة الطحاوية قال الكلام ده، أبو جعفر الطحاوي كان سوداني، ابن القيم في الداء والدواء قال سوداني، قال قال مالك قال الله في الأثر قلوب العباد، قال الله تعالى في الأثر أنا الملك ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، من أطاعني جعلتهم عليه رحمة،
ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك ولكن توبوا إلي أعطفهم عليكم. ده في الداء والدواء زمان ناس ابن القيم 700 وكم هجرية ما عندهم شغلة بسياسة ولا غير. وده دين في النهاية ونقطة تانية يا جماعة وعندها علاقة بالأولى، ليه الزول المؤمن ده يطبق الدين في جانب بس وفي جانب ما يطبقه؟ ليه الدين ده لما نجي مواضع يضغطك فيها انت ما تبقى ثابت وتبقى زول قوي؟ مزاجك شيء والدين شيء تاني. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ليه الله لما يقول سبحانه وتعالى عن المنافقين وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين؟ أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ ليه الدين ده؟ والحاجة الثانية ليه الزول ما يبقى واضح؟ ليه ترميها علينا ناس الدين؟ ما ترميها في الدين عديل كده ولك انتوا جبنا وانتوا الواحد جبان والواحد مدينه والواحد ذاته وراه وكذا وكذا وكذا. وبقول لك الرسول قال، كان قال لك انا براي وبعتقد ثم انه وفي هذه المرحله وارى انه، انت قل لا انا برى ما لا ترى. لقيت يقول لك الرسول قال كذي، تخلي حديث الرسول وتهاجمه؟ تبقى شجاع عديل قول الله الرسول قال كذي، لكن الكلام ده ما بينفع معنا عديل كذي. بعد بتكون الاسلام فتحت الباب وبقيت ماري الله الذي لا اله غيره. الرسول قال كذي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، قال تسمع وتطيع للامير وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. هاتاني شنو اكثر؟ انت اسال قول لي هل الرسول بيرضى الظلم؟ الجواب ما بيرضى الظلم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم مما علمه ربه سبحانه وتعالى أن الخروج يأتي بمفسدة أعظم من هذا الظلم. صحابة ديل ما بخافوا، ولا النبي عليه الصلاة والسلام بخاف من أهل الشرك ولا كذا، إني لا يخاف لدي المرسلون، الله حكم كذا ما بخافوا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بما أوحى الله إليه وهو يعلم صلى الله عليه وسلم بوحي الله له أن المفسدة التي تترتب على الخروج أشد وأعظم. أيوة فتنة، رجال ساي رجال زول عنده شنطة قروش ومعه 3 فتوات بيجاي من عرضه، جوع عصابة ختفوا شنطة القروش ويقفوا جنب الباب ذاك، قالوا تعال للقروش دي بتمشي تخلي العرض وتمشي تلاحقون ولا تحمي ذيل؟ أشد وأعظم العرض أم المال؟ العرض، العرض. هو ده أزي ما وصلنا مرحلة أخذ مالك وضرب ظهرك، أنت ماشي محترم وراكب عربيتك وتاكل في المندي، أمورك واحدين طعمية واحدين مندي، أمور واضحة، مطاعم شغالة يا أخي، ما البلد دي ما وصلت درجة يربطوا حجر، ولا شفنا السوداني ربط حجر ذاته. مطاعم شغالة، محل الصعود شغالة جارك الله، محل السجار شغال، محل كله شغال، ركشات ماشية وعربات ماشية، والناس في فتر وفي تعب وفي ابتلاء، صح؟ تقول لهم يقول لك الابتلاء ده سببه شنو؟ جو السياسيون نظروا لما تعبوا، ما حلوا لنا المشكلة. تاين الأحزاب ذي ونرى انه وكذا وكذا ما حلوا مشكله. جو بتاعنا الكوره نظر ولما انفتروا ما في. الناس بتاعنا الجمالات زاي وكذا ما في. نحن قلنا لهم من الدين، الله قال في القران وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم. قالوا لا لا ما بينفع معنا شغل كسبت ايدينا، كيف يا كفار مرتاحين ونحن تعبانين؟ قل قال لك منو الكفار مرتاحين؟ قال لك منو مرتاحين؟ يقول لك أمريكا. الكفار في الأرض بس أمريكا؟ ما في كفار دول فقيرة فيه ولا ما في؟ بس يا هون ديل؟ وديل الكفار المنعمين، قال الله تعالى قل تمتع بكفرك قليلا، ده أمره بيختلف. ليبتلى ليك أنت الأشد لترجع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا هو أعظم ظلم، وظلم الشرك بالله سبحانه وتعالى الذي جرنا لهذا الكلام، أن الناس
للأسف الشديد يطالبون بحقوقهم ولا يطالبون بحق الله سبحانه وتعالى، بل لا يهمهم أمر حق الله سبحانه وتعالى أبدا، لا يهمهم إلا من رحم الله منه. ناس أسي لو مرض نفرين بر الشارع لقوا زول طعن لزول، لما مات قدامه يمكن شهر يتكلم بها، يقول والله طعن وشفته بها يعني في الظلمة لما دمه ده مات عديل، لك ده زول طعن عديل، مع انه لو مشى بالشارع الثاني سمع له مرة عترت قالت يا مكاشف القوم الحقنا يا كباش يا صايم ديما، ما بيتكلم بها دقيقة. أقول لك في شرك بيجاي، والشرك عند الله أعظم من شنو؟ من الكتم. لو خطفوا منه جنيهين بس، راكب عربات العربي وجاي بس في جنيهين مرقة كده، يا لما فيه معلم بيجاي خطفة وجرى دي يمكن يهيج الحافلة دي شت، خطفة يا أخي أنا شفته خطفة وسكوا ناس يفتروا ذاته، لو ماكلين باسطة بعشرين يكملوها في الجنيهين دي. والله الذي لا إله غيره، حق الله مو جنيهين، حق الله يخطفوه ويشيلوه، سايز صح التعبير يشيلوه بيجاي وبيجاي وبيجاي ولا بهمه، يقول لك خليهم يا ذول قبيل انا قاعد. والله الذي لا اله غيره، في مدرمان دي مشيت هناك جنب الطرمبه محل بيكبوا زيوت وكذا وكذا، جاء واحد بتاع ركشه كبوا زيوت، واحد جنبه ده غضب واحد فيهم غضب الثاني، سب له دين طوال دين والله الذي لا اله غيره. قلت له انا داير اعرف الزول ده غضبك الدين ده ذنبه شنو؟ الدين ده اتجاه غضبك ذنبه شنو؟ يعني يكفر بالله هذا اذا ما ذاته بيجيب لنا الصف، وده مفروض يكون ما في ذاته، يعني بيسيب دين في زول غضبه بس هبش وهبش ولا ضربه ضربه ولا كذا.